جميل. الحوت حالته عامله ازاي دلوقتي بالنسبه للحيتان اللي كانوا الفتره السابقه بيمروا بمشاكل نفسيه او مشاكل صحيه، تعبانين، زعلانين، في حاله خمول، مفيش حركه، الحوت بيصحصح ومفوق، وفعلا حسب الطاقه دي في صحوه كده، تحسوني نشيطه كده، مفوق مصحصح عايز ينجز حاجات. كمان زي ما قلنا لو كان تعبان او بيعاني من حاجه فانا شايفه ان شاء الله ان هو بيتعافى تماما. الكلام ده كمان معناه حاجه، انه لو كان في حاجه في ذكريات الحوت، حاجات كانت بتقلبه بتضايقه بتزعل، فهو زي ما تقولوا خلاص قفل الصفحه دي وما بقاش يفكر فيها ولا بقت بتقلمه خلاص. يعني حاجه كانت مزعلاه قبل كده بتوجعه بكل ما يفتكرها يزعل، لا خلاص ما بقاش بيزعل. تمام؟ طيب ايه اللي نفسه فيه الحوت؟ فلوس. بس عايز فلوس، كانه الفتره دي مركز جدا ماديا ازاي ان هو يحسن او يخلي الحاله الماديه بتاعته على الاقل خلينا نقول مستقر، مش بنتكلم في ثراء يعني، بس على الاقل مستقره والدنيا ماشيه تمام. دي الحاجه اللي بيتمناها الحوت ونفسه فيها. ايه الحاجات اللي ممكن تساعدك يا برج الحوت؟ الهدف. الهدف ومش بس الهدف، بص هو عامل ازاي؟ ده بيسابق الريح. اتحرك. عايز تعمل فلوس او عايز تحسن او تخلي حالتك الماديه مستقره، اجري. اسعى جامد، ما توقفش، استغل الطاقة الفوق اللي جات لك دي، اللي هو ايه ده؟ هو انا بعمل ايه؟ هو انا ما بعملش ليه؟ فيبتدي يعمل، فيبتدي يحط هدف، فبيسعى له بسرعة جدا، مش بس بسرعة جدا، مش لم ده الكارت ده هو الطريق مش ممهد على فكرة، هو بيعافر، مش سهل يعني، طريق مش سهل. فاستعد انه لما تجيلك عكوسات او عقبات، مش لا خلاص مش لاعب، لا هتحدى الكارت ده، في تحدي انك انت هتتحدى الظروف او الحاجات اللي ممكن تقف في وشك. تمام؟ طيب ايه الحاجات اللي بتعوق الحوت؟ برضو الماده، دي الحاجات اللي موقفاه، كانه عايز يعمل حاجات كتير بس الماده واقفه معاه، حاسس ان هو ماديا مش ماسك نفسه، انه الحاله الماديه مش احسن حاجه، كانه عايز يعمل مشروع، يمكن عايز يعمل حاجه او يعمل استثمار في حاجه معينه، والفلوس مقصره معاه. دي التحديات اللي عند برج الحوت. الحوت كمان يعني خلينا برضو نقول النصيحه بتاعت الكارت، هو كمان حاسس ان هو عايز زقه، عايز يعني يتزقى من ربنا، ربنا يديله دفع او يلهمه حاجه، يعني كانه التحديات كمان اللي عنده انه نفسه في حاجه كده كمان تجيله من غير ما يبذل مجهود، هديه من ربنا. طيب مش بعيد، مش حاجه بعيده على ربنا. اول حاجه محتاج تدعي كتير جدا، وتاني حاجه محتاج تسعى بس، وسيب الموضوع بقى خلاص، طالما دعيت وطلبت من ربنا وسعيت، يعني المساله مساله وقت مش اكتر من كده. تمام؟ ايه النتائج المتوقعه تحصل عند برج الحوت؟ بصوا الكارت ده هو في معناه العادي خناقه، بس دي مش خناقه، انا شايفاها منافسه شديده عند برج الحوت. لو انت كنت بره المنافسه الفتره اللي فاتت، سعيك اوكي واجتهادك الجامد ده والتحدي اللي انت فيه هيوصلك لمرحله منافسه. الناس بينافسوك، شوفوا بيعمل ايه، بصوا وصل ازاي، بصوا عيني ازاي مثلا، حاجه زي كده، فبيبقى في حاله منافسه وممكن يبقى في شويه احقاد. بس خلينا عارفين ان اللي بيحصل معاه كده ده شكل من اشكال النجاح على فكره، انت خلاص بتسمع والناس ابتدت تغير منك، ابتدت تغير من نجاحك. وكمان المتوقع فرصه مهمه جدا بتيجي لبرج الحوت، يا رب فرصة. الحوت بيحط فيها كل إمكانياته، وإمكانياته كتير قوي قوي ما شاء الله. بصوا دول معاه الأربع عناصر بتوع التارو، الكوباية، العصا، الدرهم والسيف، الذكاء، المشاعر، القوة، وكمان
المادة. فهتجيلك فرصة بإذن الله لو مشيت بالرتم ده كده، إنك نصحى نفسنا نفوق، أنا فين؟ أنا بعمل إيه؟ أو أنا ما بعملش ده ليه؟ تمام؟ نبتدي نسعى ونجتهد جامد جدا جدا، هتوصل الفرصة اللي أنت عايزها، اللي تحقق بيها إن شاء الله نفسك وتوصل فيها نتيجة كويسة جدا جدا. طبعا الحاله الماديه يعني خلينا نقول احنا ممكن نتوقعها من عند الحوت، بس خلينا نشوف ممكن دي تكون الحاله تكون كويسه، بس الحوت نفسه مثلا في حاله احسن. تعال نشوف الحوت ماديا اخباره ايه وصحيا اخباره ايه. ماديا مش مستقر، اوكي مش مستقر، او خلينا نقول اللي جاي رايح، يعني اللي بيجي هو عارف رايح فين. نوضع خطة للصرف يا برج الحوت، نوضع خطة كويسة محكمة كده للصرف عشان الأمور ما تفرطش مننا. صحيا كويس، وعندي شايفة كمان إنه الصحة النفسية عنده حلوة أوي، تمام؟ وفيها نوع شكل من أشكال البدايات الجديدة. فلا فعلا فعلا في معافية عند الحوت، وفي صحوة حلوة جدا جدا ما شاء الله، القراية كويسة. استعد لفتره لو انت اجتهدت يا برج الحوت، فيها منافسه كويسه جدا جدا وتحديات. القراءه العاطفيه لبرج الحوت. اكيد دي مش صدفه، اكيد دي مش صدفه. نو واي دي صدفة. اوكي. تمام. تمام. طيب، حال الحوت عاملة ازاي دلوقتي؟ عاطفية، مش في العموم، عاطفية. حزين على العمر، حزين، ندمان، وحيد، في هنا طاقة يعني مش كويسة خالص. الحوت كأنه الأغلب شايفة إن هو ممكن يكون حاسس بوحدة، أو حاسس إن هو يعني خزل بشكل ما، حاسس إن هو اتخزل، تمام؟ فزي ما قلنا انتوا اللي هتختاروا وانتوا اللي عارفين حالتكم عامله ازاي. اما حاله خيبه امل، انا يعني اديت في العلاقه دي كتير وفي الاخر ما خدتش حاجه. عنده حاله وحده، شريكه مثلا مشغول عنه فحاسس بوحده، حاسس ان هو وحيد. بس طيب شريك الحوت حالته عامله ازاي؟ والله هو يعني ما يفرقش عنك كتير، لا بس انت اكيد حالتك اسوأ. يعني لو كان الموضوع فيه، هنشوف دلوقتي هتبان معانا القراءه اكتر. شريكك برضو شايف ان هو بذل مجهود كتير وادى كتير قوي في العلاقه، بس ما وصلش للنتيجه اللي هو عايزها. انت ما وصلتش لحاجه، انت بالنسبه لك بالنسبه للحوت انا ما وصلتش لحاجه خالص، انا لوحدي تماما، تمام؟ شريكك احسن منك شويه، انا بذلت مجهود جامد قوي بس ما وصلتش للنتيجه اللي انا عايزها او اللي انا كنت متوقعها. فاحنا متفقين على النقطه دي، الشريك الحوت والحوت متفقين على النقطه دي، احنا بندي كتير قوي في العلاقه دي بس ما بنوصلش لحاجه. ماشي، الحوت عايز ايه؟ لا الحوت عايز حب، عايز مشاعر. لو العلاقه دي لسه ما وصلتش لمرحله الارتباط الرسمي او الاستقرار يعني، فعايز انه شريكه يقدم له حب. لو هي بنت ان هو يتقدم مثلا بشكل رسمي، لو هو ولد ان البنت برضو تديله شوية مشاعر، توريله انا عايزاك مثلا. فهو هنا الحوت عايز مشاعر، وانتوا عارفين الحوت عبارة عن سبونج، يعني سفنجة كده بيتغذى على المشاعر. اوكي، شريك الحوت عايز ايه؟ هو عايز يعمل عملية إصلاح في العلاقة، أو هو شايف إن العلاقة فيها شوية عيوب، هو بيفكر شكله بشكل عملي شوية، في حاجات لازم تتظبط، في حاجات لازم نبتدي نطورها شوية أو إن إحنا نصلحها، تمام؟ فهو عنده نية الإصلاح، الموضوع مش مخلصش،
الموضوع مش خلصان لسه، يعني ما وصلتوش ليه نتائج تماما تماما. الحوت شايف شريكه ازاي؟ شايف ان هو مش بيقيم الموقف صح، شايف ان هو، وليه بقول لكم كده، شايفين الشريط اللي على عينه ده هو مش شايف، يعني شريك الحوت، الحوت شايفه ان هو مش بيقيم الموقف صح، شايف ان هو بيخاف قوي زياده عن اللزوم، او ان هو ما بياخدش خطوه، ما بياخدش خطوه، ده واحد بصه متربط واقف في مكانه وما بيتحركش كويس. فالحوت شايف شريكه ان هو من يعني فيه شكل من اشكال السلبيه وشكل من اشكال الفزع الغير مبرر. انا خايف انا خايف انا خايف يا ابني، خايف من ايه؟ فنبتدي نقعد نتكلم مع بعض. الشريك الحوت شايفه ازاي؟ شايفه حد قريب جدا من قلبه، حد يعني عزيز عليه جدا، ويكاد يكون يعني كانه متربي معاه من كتر ما في ما بينهم موده، او شاف منه كل حب. ده شخص شاف من حد حب، دايما بيديله حب، بيديله مشاعر، فصوره كويسه جدا. فخليني اقول لك يا برج الحوت، يعني شكل العطاء العاطفي بتاعك واصل لشريكك كويس قوي، هو واخد جرعه كويسه جدا. خلاص يعني حاول ما تزودش عن كده، لان شريكك بيفكر بشكل عملي اكتر منك، تمام؟ هو بيتكلم في خطوات 1 2 3 عايزين نصلح كذا كذا كذا، وانت واخد الموضوع بشكل درامي شويه، انه لا ده ما بيدينيش حاجه خالص. خلينا حقانيين، الحوت بيأفور في حاجات كتيره جدا، والحاجه بتبقى مثلا 2% هو بيشوفها 70%، بيأفور قوي. فادي صوره واقعيه للموضوع وتصرف على اساسها، تمام؟ ما اختلفناش ان في مشكله، لكن مش بالسوده، هي مش بالسوده، تمام؟ الطاقه ما بين الحوت وشريكه عامله ازاي؟ انا شايفه ان هي فيها حاله حصاد. ده الكارت ده بيوحي بالحصاد، انه اللي انتوا شايفين ان انتوا ما حصدتوهوش من العلاقه، او التوقعات اللي انتوا كنتوا متوقعينها من العلاقه وشايفين ان هي جت اقل، تمام، او ما جاتش خالص، لا هي جت او هي جايه في الطريق، في حصاد. لا هتتاكد يا برج الحوت انت وشريكك انه لا، اللي انا الوقت اللي انا بذلته واديته للعلاقه دي ما راحش على الارض، لا ما راحش على الارض خالص، تمام؟ بنستهدف الله ونستنى الحصاد جاي، مفيش مشكله. كل الحكايه ان ممكن يكون في يعني ممكن ده الكارت ده بيوحي ان عايز النتائج دلوقتي، عايز الحصاد دلوقتي حالا، لا هتحسه بس في وقته، يعني انه مثلا تحتاج لشريكك في حاجه، لا هتلاقيه واقف جنبك ومسانده كويس جدا. ونفس الحكايه لشريك الحوت. بس النصيحه اللي هنصحها لك يا برج الحوت، نخف مشاعر الحب شويه، تمام؟ ايه الحاجه اللي بيمر بيها الحوت وشريكه الشهر ده؟ خبر حلو بيسمعه الحوت وشريكه، خبر كانوا مستنيين، لعل وعسى يكون ده الحصاد اللي احنا بنتكلم عليه. الحاجه اللي مستنيها الحوت من شريكه هيحسها، والحاجه اللي مستنيها شريك الحوت من الحوت هيحسها وهيشوفها. واعتقد ان الحاجه اللي هو مستنيها منك شريكك يا برج الحوت هي التغيير في نقطه معينه، في حاجه الشريك كان بيلح عليك ان انت تبتدي تعدلها او تصلحها في نفسك، وانت بتبتدي بالفعل تقوم بالخطوه دي، وبيبتدي الشريك يشوف التغيير ده فيك ويبقى مبسوط جدا جدا. ايه المتوقع الشهر الجاي؟ تطور سريع جدا في العلاقه، العلاقه مشرقه واخده شكل في رتم سريع، في طاقه حلوه جدا، وفي حركه شايفه بتتنقلوا وبتروحوا اماكن كتير جدا مع بعض، او العلاقه بتاخد شكل تطور سريع، تمام؟ ده هنا شهر 7، مش عارفه هو في ايه الشهر الجاي كمان في برج الدلو. شفت الحته دي، ده برضه الناس ده هايرفنت القديس، ممكن تكون بيتمان زواج عند برج الحوت، الناس اللي لسه ما ارتبطوش رسميا. والكارت ده كمان ليه معنى تاني، يعني انا بشوف انه القديس ده او ده شكل من اشكال انه حد بيعقد قران، يعني انه جواز، بس هو معناه في الكتاب حاجه تانيه، انه موقف صعب، انه حاجه يعني تجربه ممكن تكون قاسيه جدا عند الحوت في شهر 7، حاجة لا تنسى. ربنا يستر وان شاء الله يكون الكارت التاني انه اتمام زواج.
عند برج الحوت. وزي ما قلنا لو هنيجي في حته التوقعات ايه المتوقع يحصل الشهور اللي جايه دي ما تركزوش معاها قوي لان الطاقات دي ممكن تتغير. هنيجي نقرا حط الشهر الجاي وكلاقي كلام تاني خالص، بس ده المتوقع يحصل. يمكن يكون ده بسبب حاله الاندفاع اللي بيبقى فيها الحوت والعلاقه بتاخد شكل تطور سريع قوي 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 فنبتدي نتكعبل، يمكن مش عارفه. بس ننسى الموضوع شويه، المهم عندي دلوقتي ان الحوت يخف شويه المشاعر ويستنى شويه، هيوصل الحاجه اللي كان نفسه يشوفها او الحاجه اللي كان نفسه يسمعها من شريكه هيسمعها وهيحسها ان شاء الله. والحاجه اللي شريكك نفسك انك انت تغيرها او تكتسبها في شخصيتك حاول تشتغل عليها شويه، اتليست حاول، يعني مش لازم تنجح بس اتليست حاول. اوكي، الكارت ده معناه انه الحوت حاسس ان هو grounded، ان هو واقف في حته ما بيتحركش، زي ما تقولوا اليوم بيعيد نفسه، اليوم بيعيد نفسه كتير. وممكن يكون معناه انه حاسس باهانه بشكل ما. الشرح بتاع الكارت بيقول لك انه لو في احلام عندك عشان كده حاسس ان انت جراوند ما بتتحركش، واقف في مكانك ما بتتحركش واليوم بيعيد نفسه. بيقول لك ان ساعات في اوقات بيكون الحلم الكبير محتاج ان هو زي ما تقولوا يتخمر شويه، ياخد وقته. فلنفرض مثلا واخد وقته ولسه فموضوع نايم ما بتحركش، فمديلك انت فرصه او وقت اوكي انك تهتم بالرفايع الحاجات الصغيره. لو الموضوع ماشي معاك بوتيره سريعه في حاجات ممكن تقع منك، فان الحاجه نايمه كده الحاجه اللي انت شغال عليها شايف ان هي واقفه ما بتحركش دي حاجه في صالحك انك انت تبتدي تهتم بالتفاصيل، تمام؟ وتهتم كمان بنفسك، checking on yourself، انا تمام، انا لسه ماشي صح، انا مبسوط، اللي انا بعمله ده فعلا هو ده اللي انا عايزه. check on yourself، تمام؟ فمش معنى هو ما يتحققش انه مش هيحصل، ممكن يكون دي فرصه انك انت تبتدي تهتم بالتفاصيل او ممكن تعمل عمليه تعديل مسار مثلا، تمام؟ وبيقول لك تخيل انه الشجره لما بتفقد خلاص الحاجات فيها بتدبل وتبتدي تقع، دي مش معناها انه خلاص الشجره بتموت، لا هي بترمي خلاص ورق قديم وهتبتدي تثمر حاجات جديده وهتفتح وتبلاصم، تمام؟ فما تبصش على الحاجات اللي انت شايفها داد ما تتحركش دي ان هي خلاص هي هتفضل كده، لا مش هتفضل كده. هترمي ورق قديم او ورد مات خلاص هتبتدي تطلع ورد جديد صغير ويبتدي يفتح حاجه ان شاء الله كويسه جدا جدا. فزي ما قلنا شوك وود الحوت حاسس ان هو واقف في مكانه ما بيتحركش، واقف في مكانه ما بيتحركش، والموضوع ده محسسه بالاهانه. دي مش اهانه يا برج الحوت، الوقت اللي انت قاعد مستني انه يحصل فيه المراد او الحاجه اللي انت بتحلم بيها، التاجيل ده لصالحك عشان انت تركز في التفاصيل.